اليوم خلدت الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطلين بالمغرب الذكرى 29 للتأسيس، 29 سنة من نضال والتواجد الميدالي والانضباط التنظيمي لهذا الإطار الذي صار على درب الشهداء من أجل حقي الشغل والتنظيم. اليوم نخلد الذكرى 29 للتأسيس، وغدا سنخلد الذكرى 9 لاستشهاد الرفيق كمال الحساني بمدينة سلوان. ولذا نناشد كافة الإطارات الديمقراطية والتقدمية على وكذلك كافة الجماهير الشعبية على أساس التواجد الميداني غدا من أجل المساهمة في إنجاح هذه الخطوة النضالية. معركتنا الوطنية كانت فيها محطتين نضاليتين، الأولى كانت اليوم بالدريوش في إطار تخليد ذكرى التأسيس، والمحطة الثانية ستكون غدا مدينة دريوش تحت شعار مؤثر للمحطتين الوطنيتين. نضال مستمر ومتواصل من أجل العق في الشغل والاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية ومعاقبة الجنات الحقيقيين في اغتيال الشهيد كمال الحساني. نحيي كل الجماهير الشعبية التي حضرت هذا الشكل النضالي، نحيي كافة الإطارات الديمقراطية والتقدمية التي أبت إلا أن تتواجد إلى جانب الجمعية الوطنية في معركتها الوطنية. نحيي موقع أصوات الدريوش وتحية لكم جميعاً.